مساء الخير عليكم جميعا مشاهدينا الأعزاء، مساء الورد والفل والياسمين وكل حاجة حلوة. كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة رأس السنة الهجرية، يا رب يجعلها سنة جديدة وسعيدة على حضراتكم جميعا. النهاردة الحقيقة معانا فقرات كتير. معانا الفترة اللي فاتت رحنا اسكندرية وجمال اسكندرية وجو اسكندرية، وطبعا بما اننا في عروس البحر المتوسط فلازم ندوق اجمل اكلات في اجمل مطاعم في اسكندريه. رحنا مطعم سمك حلو جدا اكله يجنن، وقلنا لازم نجيبه معانا النهارده في الاستوديو عشان حضراتكم تشوفوا اكلات السمك، ونعرف كل الستات اللي في البيوت ايه سر الاسماك الشهيه اللي بندوقها في المطاعم الجميله. بعد ما اكلنا اكله السمك المحترمه الجميله اللي كانت على البحر وكان طعمها بجد تحفة، رحنا اسكندرية معروفة جدا بالايس كريم، بس هناك بيسموه جيلاتي مش ايس كريم. وبحثنا وفريق الاعداد بحث عن اقدم مطعم للجيلاتي او الاصل. دايما احنا بندور على الاصل، على الحاجة اللي اخترعت الجيلاتي. رجعنا لأصل الجيلاتي في جيلاتي مكرم. مكرم ده بقاله 73 سنة فاتح. طبعا أول ما من اخترع فكرة الجيلاتي كان هو محل مكرم. وعشان تعرفوا ايه الفرق ما بين الايس كريم والجيلاتي، الجيلاتي ده بيبقى حاجات ناتشرال، حاجات كلها طبيعية، بيجيبوا الفاكهة وبيعملوها طبيعية، ولا عليها ألوان صناعية ولا عليها مواد حافظة، حاجة طبيعية جدا جدا. واسكندريه معروفه بالكلام ده، واحنا جبنا لكم اصل الجيلاتي، جيلاتي مكرم، وهيبقى فيه تقرير معانا هنشوف. بعد ما نخلص الفقرات المفرحه الجميله اللي كلها صيف وطعم وريحه حلوه، هتاخدكم لفقره صعبه شويه بس لازم نعرفها ولازم نواجهها. في عندنا ازمه في المجتمع يا جماعه. النهارده انا جايبه لكم جريمه قتل جديده للمراه، جايبه لكم حاجة صدمتني هتتأثروا بيها جدا، بس لازم نطلع منها بفايدة، لازم نغير مجتمعنا. كلنا سمعنا عن جريمة القتل اللي حصلت في الهرم، في شارع الهرم، جريمة قتل أمنية. أمنية اللي بتشتغل مدرسة وعندها ولد وبنت. جريمة القتل دي هما لقوها متقطعة ومحطوطة في الفريزر بتاع شقتها. فريق البحث والمباحث والنيابة وكله حقق، يعني الشرطة حققت في الموضوع واكتشفوا ان قتلها وقطعها وشفاها وحطها في اكياس وحطها في التلاجة جوزها عشرة عمرها. هنعرف التفاصيل دي كلها مع بعض في الفقرة بتاعتنا اللي هنشوفها. طبعا زي ما قلت لحضراتكم دي تسلسل الفقرات اللي هنعرضها لحضراتكم النهارده عشان تبقوا معانا. النهارده احنا برنامجنا ساعتين، خليكم معانا من اول البرنامج لاخره عشان تعرفوا في الاخر خالص تفاصيل جريمه القتل البشعه جدا جدا جدا. هنبدا بالحاجه الحلوه اللايت الجميله، هنبدا بجيلاتي مكرم. هنطلع في البدايه فاصل وهنرجع على طول على تقرير جيلاتي مكرم، عشان كل اللي ما يعرفش ايه هو جيلاتي هيعرفه من خلال التقرير. بكم جميعا مشاهدينا الاعزاء، مساء الورد والفل والياسمين. عودناكم دايما في برنامجنا هي وادم ان احنا بنجيب لكم اجمل المطاعم، وبما اننا في اجمل محافظه من محافظات مصر كلها، عروس البحر المتوسط من الاسكندريه، ننقل لكم اجمل مطعم واحسن مطعم في الاسكندريه، بس المره دي بيقدم لكم اكلات حلوه قوي قوي قوي. ابقوا معنا عشان تشوفوا كل اللي تتمنوه. اننا في الصيف وبما ان الجو حر وبما اننا جه علينا فصل الصيف وبعد كورونا وازمه كورونا وحبسه كورونا، ابتدى الناس تخرج شويه بشويه. رحنا اجمل عاصمه، عاصمه الجمال، عروس البحر المتوسط، الاسكندريه. ولو اتكلمنا عن اسكندريه هنتكلم عن اصل اسكندريه، واصل اسكندريه هو بحري.
وبما اننا في بحري وفي اصل اسكندريه وفي الحر ده لازم ناكل ايس كريم او جيلاتي زي ما بيسموه. والجيلاتي في اسكندريه هتلاقوا له محلات كتيره جدا، ولكن الاصل فين؟ ودايما يقول لك على الاصل دور. معانا ومعاكم النهارده محل بقاله 73 سنه، يعني خبره يتوارثها الاجيال جيل بعد جيل. احلى طعم ممكن ان انت تلاقيه في الايس كريم او الجيلاتي. ودلوقتي هنتشرف بالاونر او صاحب محلات مكرم او محل مكرم او جيلاتي مكرم زي ما حضراتكم شايفين. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ حسن. منورونا دكتور، والله منوره بحري كلها واسكندريه. ده من ذوق حضرتك، حضرتك اللي منورنا النهارده. ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك. ايه الطعم التحفه ده؟ ربنا يخليك، ده عشان حضرتك اللي بتاكلي بس، ربنا يخليك يا رب. جيلاتي مكرم بنعتبره اسطوره، تاريخ من تاريخ او علم من اعلام اسكندريه، وتاريخ مش مجرد محل جيلاتي ما بقالهوش كام يوم وما عندوش اي خبره ولا عنده اي طعم، ده انتوا التاريخ. كلمنا عن الموضوع. احنا اول محل بتاع جيلاتي في اسكندريه كلها من سنه 48 الحاج حسن مكرم الله يرحمه جدي، ومستمرين من ساعتها لغايه دلوقتي، يعني حاجه 70 سنه. ربنا من سنه 43 48 48 ما شاء الله، ربنا يخليك يا رب. عرفنا ان جيلاتي مكرم ما كانش مجرد جيلاتي عادي، ده انتوا اكل عندكم الرؤساء والوزراء. كلمنا عن الموضوع ده. كتير الرئيس السادات الله يرحمه، الرئيس حسني مبارك الله يرحمه، كانوا لما يجي قصر راستيني يبعت ياخد رئيس جمهوريه مالطا، ده كان بيجي يطلب حاجات مخصوصه. يقعد سفتين. والله ربنا يخليك يا رب. وفي رئيس جمهوريه مالطا، يعني انتوا بقيتوا انترناشونال كمان، جاي لكم من مالطا، ده بيجي يطلب حاجات مخصوص. بيطلب ايه بقى؟ كان بيطلب ليمون بالنعناع ومستكه. الراجل ده زواق طالبها، هو مخصوص كان بتعمله هو لوحده. بتعملوا ايس كريم ليمون بالنعناع ده يعني بالطلب؟ دي حاجه سبيشال جدا. هو جاي طالبها، فعشان كده احنا ما ينفعش نقول له لا، يعني الراجل جاي لنا من اخر الدنيا. ايه اللي بيميزكم في جيلاتي مكرم؟ ايه سر الطعم الرائع ده؟ هل ان المكونات طبيعيه؟ ايه السر؟ كله طبيعي، والخبره بقى في التعامل، احنا اول ناس بس كله طبيعي. يعني انت عندك يعني الحليب مفيش، الحمد لله. يعني الليمون احنا ملوك الليمون. تمام. وانتوا تدوقوا بقى الحاجات التانية وتقولوا رايكم. انا جربت. ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك. ربنا يخلي حضرتك يا رب. يعني السر عندكم في ان كل حاجاتكم او مكوناتكم بتبقى طبيعيه 100%، ما عليهاش ولا مواد حافظه ولا الوان صناعيه. لا، ولا مواد حافظه ولا الوان صناعيه. الصحه باستمرار، العينات بتاعتي تمام كل سنه، وزاره الصحه واخدين جوده كمان منها. ما شاء الله حبيبي، ما شاء الله. طيب انا شايفه ما شاء الله الاستاف كله ملتزم جدا بالاجراءات الاحترازيه، واحنا في عصر كورونا، والتعقيم انا شفته بنفسي كل ربع ساعه بتعقمه. عايزه حضرتك تكلمنا عن الاجراءات الاحترازيه. بنحافظ على صحه الناس بس على قد ما بنقدر، مع ان بيبقى فيه زحمه، كمامات، ديتول، الكحول، الجهاز بتاع كشف الحراره، كل الاجراءات اللي اتخذتها وزاره الصحه وبعت لنا بيها الطلبات بتاعتها كلها متطبقه. البعد، المسافه الامنه، كله تمام، مفيش حاجه. انا شفت كمان ما شاء الله ان انتوا بتمسحوا وبتعقموا حتى الكراسي والترابيزات. لازم، عشان بنخافوا على صحه زباين. غالبيه الجيست اللي بيجي عندنا دول متربين هنا، يعني كان بيجي مع باباه وبعد كده بقى بيجي مع ابنه، مع جده كمان. يا جماعه ما شاء الله كام، 73 سنه ما شاء الله، ده جده كمان. ربنا يخليك. من جده، كان بيجي مع جده ومع باباه، ودلوقتي بيجي مع ابنه ومع حفيده كمان. اكيد لما بيكون البراند او بيكون المكان الكواليتي بتاعته عاليه، نتيجه ان انتوا سنه ورا سنه بتزودوا من التيست، بتزودوا الخبره، بتزيد، فالكواليتي بتعلى. طبعا طبعا الخبره عليها عامل كبير في المجال ده بالذات كمان. ما انت ممكن تاكلي جيلاتي من عند اي حد، بس انت تحكمي بقى على الطعم بعد كده، انت اللي هتحكمي. اي حد هيجي هيبقى كده برضه، الحمد لله رب العالمين. انا عرفت كمان ان حضراتكم عندكم المصانع بتاعتكم اللي بتصنع لكم الجيلاتي بتاعكم مخصوص. احنا لينا، احنا موجود هنا في قلب المحل المصنع بتاعنا، وكله مع نفسنا احنا. الفرع بتاع بحري ده مصنع لوحده. اثناء التصنيع انتوا بتبقوا حاطين المكونات بتاعتكم زي ما انتوا عايزين، لان ممكن تثقوا في مصنع ويقلل لكم الكواليتي. لا، المصنع بتاعنا. ممتاز. احنا المصنع بتاعنا. ممتاز. اللي ماسك المصنع اخويا وشغال من وهو صغير، انا كنت برضو في الاول في المصنع. ممتاز. كلنا كده، يعني مفيش حد فينا ما اشتغلش بايده. طبعا المصنع بتاعكم، فمعاكم سر المهنه وما بتدوش لحد. لا لا، اللي يعوزه ياخده. لا طبعا، بنعمله زي ما احنا بنعمله. بالظبط السر في الصنعه طبعا، والخبره برضو. والخبره اكيد. في حاجه كمان عايزين نعرفها من حضرتك،
بصراحه انا وانا جايه بقول جيلاتي مكرم لقيت ناس كتيره مكتوب عليهم جيلاتي مكرم، محدش فاهم وعارف ان ليس لنا فروع اخرى، محدش فاهم وعارف كمان ان هو ده الاساس والاصل. هو ده الاساس، الباقي كلهم قرايبنا بس كل واحد له مصنع بتاعه. لكن مش تبعكم. كل واحد لوحده. بس هم قريبي، ابن عمي وابن عمتي مني، ما ينفعش يبقى مش مكرم، بس كل واحد له مصنع، المصنع بتاع بحري انت تقدري تدوقي الطعم تشوفي الفرق، الفرق اللي يفرق مع اي حد الطعم. يعني يا جماعه مصنع ومكرم، مصنع مكرم وجيلاتي مكرم الاساسي هنا في بحري. لازم تبقوا عارفين عنوان ان هنا هو الاصل، هنا بقالنا 73 سنه والباقي تقليد. طيب عايزين نعرف العنوان بالظبط. 22 شارع قصر ستين، امام مدخل شاطئ الانفوشي. امام مدخل شاطئ الانفوشي اهو قدامنا. كام تاني معلش؟ 22 شارع قصر ستين. 22 شارع قصر ستين، يعني اي حد تاني مش تبعنا، احنا هنا الاصل. مكرم جيلاتي مكرم هنا هو الاصل، وهو اللي بقاله 73 سنه وهو مش تقليد لحد، هو الاصل. ابقوا معنا مشاهدينا الاعزاء. من داخل جيلاتي مكرم بنشوف قد ايه الاجراءات الاحترازيه بيحافظ عليها الاستاف اللي موجود هنا كله. حضرتك بقى يا استاذ حسن كلمنا عن الاجراءات الاحترازيه، كلمنا عن الانواع الجميله اللي عند حضرتك. بصي نتكلم الاول على الاجراءات الاحترازيه. أيوة. الاماكن المسافات الامنه موجوده كلها. تمام. كل الطقم لابسات وكمامات. بالنسبه بقى للاطعام الموجود، احنا دايما اربع اصناف، احنا محل تقليدي جدا. من بدايه الكلام كانوا ثلاثه وبعد كده بقى زادوا اربعه. حليب وشوكولاته او بوريو، دول حاجه اساسيه. ليمون طبعا، ومانجا، فراوله، حسب اللي بيبقى موجود، لان ما بنشتغلش حاجه من الخزينه كمان، لان انا بشتغل اللي موجود كله فريش. عشان كده حضرتك مش بتزود الانواع كتير، علشان هو كله فريش. دي ميزه، محافظ على التقاليد بتاعت المكان زي ما هي. زي ما هي. يعني من ساعه ما بدا الجيلاتي مكرم كانوا ثلاث اصناف، بقوا اربعه دلوقتي الحمد لله. طب كويس، ان شاء الله نزود صنف كمان، طلبات الناس على كده ما شاء الله. مساء الخير يا فندم، نحب نتعرف على حضرتك. محمد. اهلا وسهلا يا استاذ محمد. حضرتك دايما بتيجي تاخد من جيلاتي مكرم؟ على طول. ليه بقى؟ ايه اللي بيميز هنا؟ يعني الطعم ثابت عليه والجوده طبعا، وبقى لي زمن يعني انا من اسكندريه اصلا بتعامل على طول، فوق ال 20 سنه بتعامل معاهم. ما شاء الله. حضرتك منين في اسكندريه؟ من كليوباترا. برضه مشوار ان انت تيجي هنا، فاكيد حاجه بتشدك. طبعا الجوده هي الجوده ثابته ما بيغيرش. بتبقى حاجه جميله ان انت تدخل مطعم وتدوق تيست وتيجي تاني مره تدوق نفس التيست. هو التيست ما بيتغيرش. هو تمام بصراحه، يعني عشان كده الناس كلها زي ما انت شايفه كده، الناس كلها كتير عنده، ده حقيقي يعني. ميرسي جدا لذوق حضرتك، وانجوي يور تايم. اوكي ميرسي جدا، شكرا يا فندم. ما زلنا معكم مشاهدينا الاعزاء في جيلاتي مكرم، ابقوا معنا. معانا ومعاكم بعض الزائرين اللي جايين في عربيتهم وبياكلوا من جيلاتي مكرم، وهنشوف رايهم في جيلاتي مكرم. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. نحب نتعرف على حضرتك. محمد الحلو. اهلا وسهلا بحضرتك. حضرتك منين يا فندم؟ من اسكندريه. منين في اسكندريه؟ جناكليس. ده مشوار لحد ما تيجي هنا، اكيد ده بيشدك بقى هنا. طبعا. متعود تاكل منه دايما؟ على طول طبعا.